بالجيد دخلت حيز الخدمة لاستقبال الطالبات الجدد الناجحات في شهادة البكالوريا من مختلف ولايات الوطن من أجل التسجيل والاستفادة من حقهم في الإيواء في ظروف جيدة. جيت من غيليزان، استقبلوني في أحسن الظروف، عطوني شومبر 6، سجلت كل شيء، لقيتها ما شاء الله كل شيء بروب. شكرا على الاستضافة وإن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة. جينا في ظروف مناسبة، جيت هنا عند لا فيزيت ميديكال باش ندي لي كلي ونشوف إقامة. من ولاية النعامة جيت هنايا باش ندير إقامة السنة الدراسية، هذا عامي تاع الباك، والرقمنة تاني كسهلت علينا كانت مليحة بزاف، وإن شاء الله يكون عام تاع خير إن شاء الله. وبعد ما تسجيلهم على المستوى الأرضية الرقمية بروغريس يتم توجيهه لتأكيد اختياره للغرفة وأخذ صورة لوجهها لإدراجها في المسيحات الوجه. الأسرة الجامعية تتأهب لاستقبال الطالبات من الجانب البيداغوجي بإدراج الرقمنة وكذا الخدمات في الإيواء والإطعام والنقل لتسهيل العملية. تلقت مديرية خدمات الجامعية وهران ما يعادل 3663 طالبة جديدة، وبالنسبة للطالبات فهناك 1564 طالبة سجلت في الإقامة الجامعية بالجاي 6 الذي نحن فيها الآن. وفرنا كل الرقمنة على مستوى الإطعام، على مسيحة الوجه، على التباكي الإلكترونية. ستتواصل دراسة الملفات وعملية التسجيل للتكفل الأمثل بطلاب العلم من الجانب البيداغوجي والخدماتي لضمان موسم جامعي ناجح.